مشاهدينا الكرام، اهلا بكم معنا وهذه الفقره من هنا مسبيرو. تمر السنوات ويبقى العاشر من رمضان ذكرى الاعظم لانتصارات الجيش المصري في حرب اكتوبر 73، ليظل يوما فارقا في تاريخ العسكريه المصريه لاحد اهم المعارك العسكريه في العالم في العصر الحديث. ان هذا الموضوع معنا النهارده من خلال لقائنا في الاستوديو اللواء الدكتور محمد الغباري مدير كليه الدفاع الوطني الاسبق. دكتور محمد، سياده اللواء، اهلا بحضرتك معانا وكل سنه وحضرتك طيب. والسلام والشعب المصري كله بخير. سيادة اللواء، قبل ما نتكلم عن حرب أكتوبر والعاشر من رمضان، بداية يعني عايزين نتكلم عن النهاردة زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للارتكازات الأمنية شرق القناة، وكان لقاءه مع مقاتلي قيادة قوات شرق القناة وكمان مقاتلي الجيش الثاني والثالث الميداني، وتناول معهم الإفطار. تعقيبك على هذه الزيارة. هو طبعا من أعظم الأعمال اللي ممكن ترفع الروح المعنوية هي زيارة القائد الأعلى أو القائد العام لقواته في الحرب أو في الأماكن القتال. فالنهاردة موجود مرتكزات أمنية موجودة في التأمين سيناء عشان نأكد موضوع التنمية الشاملة في سيناء، وبالتالي بتعمل التأمين الخاص بها. فالنهاردة الرئيس النهاردة في ذكرى العاشر من رمضان لما راح زار سيناء مناسبة كويسة بيدي فيها المثل، بيتكلم فيها عن الموضوع اللي الناس اللي عملت العاشر من رمضان ده ضحت بقد إيه، تبقى نموذج للأجيال اللي موجودة وبينقل لهم الخبرة. كان من زيارات الاطمئنان على الأعمال والمرور على المرتكزات وبيشوف الحالة الأمنية موجودة ازاي وبيشوف الاستعداد للقتال للناس دي ازاي، بالإضافة إلى أنه بيتكلم معهم بيشوف مشاكلهم بيفطر معهم. كل دي موضوعات بتبقى محسوبة من القائد الأعلى للقوات المسلحة أو رئيس الجمهورية لرفع المعنويات، ودي بتبقى اعلى درجات رفع المعنويات في التوقيت. لو رحت قستيها هتلاقي اعلى درجات في موجوده. ودي نقطه مهمه جدا، ويخلينا برضو نتكلم على المسار اللي اتخذته الدوله لمواجهه الارهاب والتنميه بشكل متوازي. ازاي شايف يعني سياده اللواء اهميه ده، خاصه انه تم في ظروف اقليميه صعبه؟ شوفي، ما فيش دوله في العالم حاربت الارهاب زي مصر. احنا عندنا مجالات الامن القومي 8-9 مجالات. أهم المجالات فيها الاقتصادي والسياسي والعسكري والاجتماعي. لما حاربت الإرهاب حاربته في الأربع مجالات دول. ناس بره تحارب تقول لك القوى العسكرية، لا السياسة، لا اقتصاد، لا احنا حاربته في الأربع مجالات. لما تشوفي مثلا إعداد القوى المسلحة عشان تحارب الإرهاب، نظمت إعادة تنظيمها عشان تحارب الإرهاب كمجموعات. طيب ده وتسليح جديد. طب ما تشوفي في السياسة بجهزة المسرح العالمي بره سياسيا، ان انت هتخش بقوات جوه سيناء مخترقه اتفاقيه السلام عشان تحاربي الارهاب، وده كان وضع العالم كله عارفه تمام عننا، يعني حتى لو اسرائيل ما كانتش موافقه كنت هنعمل الكلام. طيب يبقى ده سياسي. اتنين في الاقتصاد، انت بدات تعملي التنميه الشامله 2030 ومنها الاصلاح الاقتصادي عشان ترفع مستوى القرى الاكثر فقرا والاكثر احتياجا، وعملت المعاشات اللي هي كل عشان ترفعي ومبادره حياه كريمه الدخل مبادره حياه، كل ده عشان ترفعي مستوى الناس اللي هي كان ممكن تبقى تغذيه لعصر الارهاب. ورحت في الاجتماعي غيرتي العشوائيات، شلتيها خالص وعملتي لهم مساكن محترمه وما بقاش فيه تدفق، يبقى انا بجفف الارهاب من منبعه ما بزودش التجنيد في الارهاب، يبقى انا حاربت الارهاب. يبقى في كله حاربته، بالقوه حاربته، وبالقضاء وبالسياسه حاربته، وبالاقتصاد حاربته، وبالاجتماع حاربته. طيب عايزين بقى نرجع للحديث عن حرب اكتوبر، ودايما بنقول انه الحديث عن حرب اكتوبر لن ولم ينتهي. والحقيقه انا عايزه ابدا كلامي تحديدا عند تحديد موعد الهجوم اللي هو كان زي ما احنا عارفين يوم الغفران، والحقيقه دي كانت نقطه مهمه جدا فكره تحديد الميعاد، لانه قدر ان هو يحقق عنصر المفاجاه. الفكره انه ما كانش بس يوم الغفران، لكنه ايضا كان يعني تم اتخاذ قرار الحرب في رمضان، وده كان غير تقليدي. وجهه نظرك سياده اللواء في العوامل المؤثره في تحديد ميعاد الهجوم او ميعاد الحرب. شوفي بس انا عايز اقول لك حاجه، لازم نفصل بين حاجتين، يعني بين تحديد ميعاد التوقيت الحرب كمفاجاه، ايوه، وكخداع استراتيجي. ازاي بقى نفرق؟ الفرق بينهم، الخداع الاستراتيجي ده اجراءات مشيت فيها مده طويله واقول لك فكرتها. اما تحديد توقيت الحرب ده عده عوامل علميه كتيره جدا دخلت فيه عشان تحل بيها مشاكل اصلا عندك. ازاي؟ مثلا
انت عندك السطر الترابي ده هتعدي ازاي؟ ففي مشكله بحثيه عملتها عشان اعدي السطر الترابي. طب ازاي هعمل فتحات للدبابات او للمعابر عشان تعدي السطر الترابي ده؟ احسن توقيت ليا انزل فيه المايه. يعني نقدر نقول سياده اللواء انه الحاجات اللي حضرتك اتكلمت فيها، المشاكل التكتيكيه او المشاكل الفنيه اللي كانت تمثل تحدي لمرحله العبور، كل المشاكل دي اتخطط ليها قبل اتخاذ ميعاد الحرب. طبعا ده هو بقى يطلع القرار، يطلع ميعاد الحرب على الحاجات دي اللي عملتها دي. وبدأ بقى تخش بقى هو يحقق المفاجاه او ما يحققش المفاجاه، ده موضوع تاني. انا هدخل ده في الخداع الاستراتيجي. الخداع الاستراتيجي فكرته ايه؟ هناخده من الوثائق بتاعت اليهود. اول سؤال اتسال في محكمه اجرانات اللي هو القاضي اجرانات لما بيحاكم رئيس الوزراء الاسرائيلي اللي هي جولدا مائير، بيسالها سؤال، انت ما عملتش تعبئه ليه؟ الله، ايه التعبئه دي؟ طب وليه؟ طب وانا كمخطط مصري في الخداع الاستراتيجي كنت عارف موضوع التعبئه ولا مش عارف؟ ده هي بقى الخداع الاستراتيجي اتبنى على موضوع التعبئه. ازاي؟ قوه الجيش الاسرائيلي مبنيه على 25% عامل و75% احتياط. يبقى اذا اسرائيل مش هتحارب الا اذا كانت معبئه جيشها كله ال 100%. طيب هم موجوده على القناه دلوقتي ب 25%. انا عشان اعدي بالحسابات ال 100% ما كانش اقدر اعدي خالص، ما كانش اقدر. قالوا قنبله نوويه وقالوا مش عارف 60% خسائر والكلام ده كله. اذا هنا فكره المخطط المصري ان انا يبقى عشان اتجنب حجم الخسائر الضخمه اللي كنت هعملها واقدر اعدي، يبقى انا هلعب موضوع التعبئه انها ما تجيش التعبئه. طب ما تجيش التعبئه ازاي؟ ده هو ده فكره الخداع الاستراتيجي كله بقى. واختيار بقى يحقق المفاجاه، وهو بقى من ضمنه يتحقق المفاجاه اللي انا عايزها. فكان خداع الاستراتيجي اتبنى بقى على ايه؟ ان انا اعود الجانب الاسرائيلي على بعض الامور الحيويه بس اعتبرها عاديه. ازاي؟ انا بعمل مشروع استراتيجي اسمه مشروع الاستراتيجي الكبير ده. ده الدوله بتعمله، القوات المسلحه مع الدوله كلها بتعمله. لما يتعمل الجوار بتاعك اللي فيه بينك وبينه علاقات مش طيبه يرفع درجه استعداده. طيب هو لما يرفع درجه استعداده يبقى بيعمل تعبئه؟ او ما انا عامل المشروع عندي في مصر واوصل بيه لغايه القناه واخلصه في 10 ايام وارجع تاني. هو يعمل التعبئه بتاعته. كلفت بقى 700 مليون 500 مليون دولار اي ما تتكلف، هو تعبان من التكلفه. نعملها في السنه مرتين وكل سنه مرتين يطلع تاني يقول لك ده السادات بيضحك على شعبه، انا يضحك عليا، انا مش هعمل تعبئه. يبقى انا عودته على ان انا المشروع الكبير اللي هعمله ده اللي انا هعمل منه الحرب بيتعمل للملهات للشعب. الحاجة الثانية، الرئيس السادات في التجهيز المسرحي السياسي كان بيخش مع القادة في العالم لما بيجي يتكلموا على السلام ولازم يكون بحثات موجودة، يقول أنا راجل جاهز للسلام وأنا معايا أدوات حرب. لما يجي لي السلاح الهجومي لا أقدر أحارب بيه أو ما أنا أقدر أحارب، أنا ما عنديش سلاح هجومي. بيقصد بالسلاح الهجومي إيه؟ الطيارة مثلا عند إسرائيل بتقعد ساعة ونص في الجو، أنا طيارتي بتقعد 25 دقيقة، عشان أحارب الطيارة دي عايز خمس طيارات أو أربع طيارات، يبقى ده سماح اسمه سلاح هجومي. هو نفس الطيارة بس مداها أكبر. المدفع بتاعنا مثلا الدبابة 1800 متر، هو عنده المدفع 2800 متر، يبقى هو يطولني الأول، يبقى أنا مدوب طولة، يبقى اللي بيطول الأول ده هو اللي بيهجم مش بيدافع. طب يبقى هنا الفكرة اللي عاش فيها بقى أجهزة العمليات وأجهزة المخابرات الإسرائيلية إن طول ما مصر ما عندهاش سلاح هجومي مش هتحارب. مش هيبقى عندها القدرة إنها تحارب. يبقى هنا يبقى ده اسمه خداع شغال انا فيه اهو. ده غير ان الهجوم المصري والسوري كان في نفس الوقت. ما هو ده التنسيق بقى، ده تنسيق عملياتي. طب تعالي بقى نشوف مثلا الاقوال بقى. هل هم انخدعوا باجراءات احنا عملناها؟ بس انا مش هقول احنا عملنا ايه، انا هقول هم اللي قولوا احنا عملنا ايه. فهم يقول لك مثلا ايه؟ جولدا مائير بيسالها بيقول لها ما عملتيش تعبئه ليه؟ قالت له اعمل تعبئه ليه وانا سالت مدير المخابرات؟ قال المصدر بتاعنا اللي في مصر بيقول الحرب يا في مايو يا في 12. يبقى الاول حاجه او خداع من الجاسوس المزدوج اشتغل عليهم صح. طيب اثنين، اعمل خداع، اعمل حرب، اعمل تعبئه ليه وهم بيرجعوا من المشروع بتاعهم؟ هم شايفين احنا بنرجع. ليه بقى؟ لان احنا طلعنا سرحنا دفعه رديف، وكانت اول مره نسرح دفعه رديف من 7 سنين.
25,000. فالعربيات اللي جابت المؤن وجابت الحاجات للحرب استعدادا للحرب في كمشروع هترجع مركبين عليها الجنود اللي راجعين دول، فاصبحوا في الظهر العام ان اللي جم من الحرب رجعوا تاني. كل ده ضمن الخداع الاستراتيجي، كل ده خدوا الصداع الاستراتيجي. ما هي دي كل دي بودي بتاكد انت هتحاربي ولا لا. ولا مثلا انا هحارب ازاي وهم المصريين فتحوا الاجازات السنويه للضباط والحج والعمره؟ هي دولة هتحارب تعمل كده؟ هو هنحارب ازاي دولة اعمل تعبئة ليه، ودولة رئيس الجمهورية هيقابل الاميرة مارجت بتاعت بريطانيا يوم الحد؟ يعني عنصر المفاجأة كان مهم، مهم جدا. ما انت هتجيب المفاجأة منين؟ بان انا عميكي ما تشوفيش، ما تشوفيش الاجراءات اللي انا بعملها. الاجراءات بتتعمل لكن انت مش مصدقة انها بتتعمل لحاجة. سيادة اللواء، القوات المسلحة قدرت انها تتجاوز هزيمة 67 في وقت قصير جدا، على الرغم انه كتير كانوا شايفين ان القوات المسلحة محتاجة سنوات عشان تقدر انها تعيد صفوفها من جديد. عايزين نتكلم عن مرحلة الصمود وحرب الاستنزاف ازاي مهدت لحرب 73. الاول نقول ان شكل القوات المسلحة لما رجعت من 67 كان شكلها ايه؟ مفيش قوات خالص، ناس رجعت وناس نفسها تعبانة ما حاربتش ومشت واتبهدلت وكلام زي كده ومعنوياتها صعبه. فانت كان قدامك مشكله، ما عندكش سلاح راح في سينا، والجنود بتوعك معنوياتهم وحالهم تعبان جدا، هم ظباط. التشكيلات بتاعت القوات المسلحه اتفشكلت وعايزه تكمل تاني. يبقى هنا القرار اللي خدته القوات المسلحه ان نمره واحد ان انا استمر في الاستعداد القتالي، ادافع عن قناه السويس، ما اخليش حد يعدي لي. يبقى اول بنود العمل اللي موجود عندي اخليه يقف على القناه، ما يخليش حد يعدي. يبقى استمرار الاستعداد القتالي والتدريب بالعناصر دي. اثنين، اعاده تنظيم القوات المسلحه. يعني ايه اعاده تنظيم القوات المسلحه؟ يعني مثلا انا عندي لواء مشاه، كان لواء مشاه لوحده ما كانش معاه كتيب دبابات، يبقى انا عيد له ادي له كتيب دبابات دعم زي الجانب الاخر ما كان بيعمل، ادي له كتيبه مدفعيه معاه، يبقى انا بعيد التشكيل. كان اللي هو مثلا عدده مثلا عدده 100 واحد، لا انا خليهم 200 عشان يجابه المشاكل اللي هعملها. اذا هنا اعاده التنظيم هو اللي بيخلي القوات بتاعتها تقف على رجلها بقى الشكل بتاعها موجود. عملت لواءات وعملت فرق وعملت جيشين، ما كانش عندي جيشين، كان عندي منطقه الشرقيه، عملت الجيش الثاني والجيش الثالث، عملت قياده دفاع الجو جديد، كان تتبع القوات الجويه وتدفع المدفعيه. فبالتالي بدا يبقى هنا اسمه اعاده تنظيم القوات المسلحه، وخدوا كل ده تحت ساتر الاشتباكات اللي بتتعمل مع العدو في حرب الاستنزاف. وقعدت كانت مرحله مهمه جدا مهدت في 73 دي، وكانت صعبه كمان. صعبه لان انت العام التدريبي سنه من لدي، احنا كنا عاملين 6 شهور، بتطبقي 6 شهور اللي كان بيتعمل في سنه بتطبقيه في 6 شهور، كل ده عشان ترفعي معدات الايه؟ التدريب والاستعداد القتالي. طب ماذا عن طبيعه المسرح السياسي بعد 67؟ لا، المسرح السياسي كان ما كانش حلو بالنسبه لنا، لان انت مهزومه وضغط عليك انك انت تعملي مفاوضات. الجانب الثاني بقى هو اللي اتعنت، اللي خلى الامور تخرج من ايده، انه عايز الموضوع باستسلام مش سلام. فبالتالي انت رفضت او فرض امر واقع. ما هو عايز استسلام، مع الحروب كده، يا استسلام هزيمه واستسلام، يا جوله هنعيد جولتها مره ثانيه. لا، احنا خدنا ان احنا هنعمل جوله ونعيد مره ثانيه، مش هنستسلم احنا. فبالتالي كنت انت بتحاربي الظروف كده. صحيح الاتحاد السوفيتي وقف السابقه، وقف معاكي في هذا الموضوع لانه عاد ذلك الاسلحه بتاعنا. بس الاسلحه اللي جت كلها اسلحه على قد الايه؟ ما بيعملوا مع اوكرانيا كده الغرب. الغرب بيعمل مع اوكرانيا ايه؟ بيديهم مشاهد دبابات شويه بتاع عشان يقف على رجليه ما يقعش. هم كانوا بيعملوا معانا كده بالظبط يعني. طب سياده اللواء، اتكلمت عن نقطه مهمه جدا، الاتحاد السوفيتي ودوره ما قبل 73. ده يخلينا نسال عن قرار الرئيس الراحل محمد انور السادات باستبعاد الخبراء الروس. هل شايف انه هذا القرار كان منطقي في هذا الوقت ضمانا لاستقلال قرار الحرب المصري؟ هو بعد قد ايه عمل بقى؟ بعد ما استوفى كل ما هو عايزه. وخطته كملت. وجاهز بقى في التوقيت اللي ينفذ بيه يكمل اجراءات الخداع الاستراتيجي ويكمل خطته. فهو مش عايز بقى تبقى الخطه بتاعته بره، لان حتى جوايا شايف انا بعمل ايه. لا، مع السلامه انت، وانا اكمل انا بقى اكمل. يعني انا مش محتاجه خلاص بقى.
خبرتي وعملي كله اكتمل، فانا مش محتاج، كتر خيرك مع السلامه بس. مش لكن كان ده هو ده القرار المنطقي في هذا الوقت، في التوقيت ده كان لازم يبقى كده. نفس الموضوع عشان تبقى عارفه، سوريا عملت نصه، يعني سوريا كل الخبراء الروس اللي كانوا موجودين في الجولان مشيتهم، وفي المحاكمه بيتقال له، قال لها رئيس الاركان قال لها نرفع درجه استعداد جزئي في الجولان علشان الخبراء الروس مشيوا، يبقى السوريين عايزين يعملوا حاجه. قالت له لا، لان لو عملت تعبئه جزئيه هسحب الاطفال من المستعمرات، وده هيبين ان انا مضطربه او ورايا حاجه جديده. يعني هتحصل مش محصلتش يعني. سياده اللواء، من الاسئله اللي دايما مطروحه، هل جميع الوثائق المصريه عن حرب اكتوبر في بعض منها يعني لا يزال حتى الان لم يفرج عنه؟ ايوه. لان انت طبيعه فكرك في الموضوع ده مش عايز تطلعيه بره. مقصوده يعني. طبعا. انت في حرب اكتوبر دي عندك حوالي 102 مساله تتحل عشان تاخدي قرار الحرب. انت عملتيهم، احنا بنقول في ايه؟ احنا بنقول في 3 4 مسائل. لكن انت عندك حوالي 102 مساله انت حليتهم في حرب اكتوبر عشان تعمليها. فكرك هنا بقى، الفكر الاستراتيجي ليكي هنا تطلعيه ازاي وانت اصلا لسه مشاكل لسه موجوده. لما تبقى المشاكل دي تروح اهلا وسهلا، مفيش مشاكل يعني. طيب. مش مستعجلين على حاجه احنا. لا تزال هناك ايضا بعض التساؤلات، هل كان في خلاف ما بين القاده في هذا الوقت من الهدف من الحرب نفسها؟ يعني هل كان الهدف شن حرب شامله لتحرير سيناء بالكامل، ولا كان الهدف انها تكون يعني حرب محدده لعبور القناه واحتلال شريط من الارض؟ لا، ده سيناريوهات كلام اللي هو ايه، يفكك الامور من بعضها ويزود مشاكل، ولكنها طرحت. لا، هي ما تطرحش اصلا. انا لو طرحتها بقى مش مظبوط. انا بعمل ايه؟ في حاجه اسمها مصطلح حديث اتعمل بعد الحرب العالميه الثانيه اسمه قوى الدوله الشامله. قوى الشامله له 8 قدرات ومعروفين في اكاديميه ناصر بندرسهم. انا عشان احارب بجيب الثمان قدرات دول احطهم كده، واجيب الثمان قدرات بتاعت العدو واشوف انا منهم فين. انا قدراتي ما كانتش توصل للمستوى ان انا كنت اوصل للحدود الدوليه. فعشان كده القرار اللي كان متخذ ان انا اخد 30 كيلو وافتح بهم قناه السويس. وهنا هعتمد في هنا في الاعتماد قناه السويس على ان اوروبا بقى لها 7 سنين تدفع دم قلبها في النقل حوالين راس الرجاء الصالح. انت شفتي موضوع ايفر جرين لما حصلت في قناه السويس، العالم وقف على رجليه ازاي؟ تخيلي بقى الدول مثلا اوروبا 7 سنين القناه مقفوله في وشهم، لما تقولي له انا هفتحها هيجي معاكي ولا يبقى ضدك؟ هيجي معاك على طول على طول. عشان كده انا بقول ان تخطيط حرب اكتوبر اتعمل على قدرات الدوله الشامله على قد قدراتك هتحقق ايه. وده كان حجم القدرات كانت بنعملها. ما كانش نقدر اكتر من كده. صحيح. طيب، على الرغم من النصر العسكري سياده اللواء اللي كبد اسرائيل كثير من الخسائر على المستوى السياسي والاقتصادي وعلى كل المستويات، الا ان اسرائيل لا تزال تروج انه حرب اكتوبر لم يكن نصر انما نصف هزيمه ونصف نصر، وانه كان انتصار سياسي. ازاي شايف هذه الافكار اللي دايما الجانب الاسرائيلي بيحاول يروجها؟ هو طبعا مش عايز يعترف، لكن احنا بنقول ايه؟ انا بدي مثال في الشباب لما بنتكلم مع الشباب في الموضوع. بقول له دلوقتي اللي كان موجود على القناه شرق القناه قاعد ومش عايز يروح. نقول له احنا هنعمل معاك مباحثات، يقول استسلام. نقول له مش عارف ايه، يقول استسلام. طيب هو فين دلوقتي؟ هو دايما النصر بيعرفوه في الاكاديميات العسكريه بره بكلمتين صغيرة: فرض الاراده. فرض الاراده. انا النهارده لو قعدت حرب اكتوبر خليتك تمشي من سينا ولا ما خليتكش تمشي من سينا، يبقى انا فرضت ارادتي عليك ولا ما فرضتش؟ طيب الثغره اللي انت بتتكلم عليها ومعلق نفسك عليها انها نصف نصر، ان اول شروط او اتصالات كيسنجر للرئيس السادات في اسوان في اول لقاء له علشان يضمن عوده القوات اللي موجوده في الثغره سليمه للشرق. ده كيسنجر بيقول قال انا جاي عشان انت، انا عارف انك هتهاجم الثغره بالليل او الصبح، فانا مش عايز الموضوع ده يتم، عايز القوات دي ترجع سليمه وانا افتح لك للجيش الثالث. قال له لا، انا مش ده ما يهمنيش من المنظر كده، انا يهمني ارجع الحدود الدوليه بتاعتي تاني. قال له تبقى مشوار طويل، ما ناخدها مراحل.
ومن هنا بدأت فكرة السلام وتخطيطه. صحيح. الفصل بين القوات وبعدين نخش في معاهدة السلام. هنا ده بداية الحرب كانت نقطة حاسمة يعني في تاريخ العلاقات الدولية. أنت ما دمت بدأ بالفعل قرار مجلس الأمن لبدء مفاوضات السلام. أنت ما دمت حققت النصر بتاعك وتراجع العدو يبقى أنت نصرك سليم. هو تراجع وعدى القناة ورجع منها تاني. ورجع تاني بعدها وسلم لغاية العريش وبعدين رجع لغاية الحدود الدولية. يمكن طبعا عشان تحكيم دولي، لكن احنا بنتكلم على القدرات. هو ما قدرش يصمت، خلاص رجع. يبقى النهارده موضوع كلام ان هو يقول نص نصر وثلاث ارباع نصر، ده كلام للداخل عنده عشان يخلي الروح المعنويه عنده مرفوعه، لان هم في تاريخهم ده من هزموا من العرب الا في هذه المعركه. صحيح. طب نتكلم على حرب اكتوبر ومفاوضات السلام واهميه يعني بدايه الحرب يعني كنقطه حاسمه في طريق العلاقات الدوليه، لان طبعا كان قرار مجلس الامن مع بدايه الحرب انه لازم العوده مره اخرى الى المفاوضات الى ان وصلنا الى اتفاقيه السلام، اتفاقيه كامب ديفيد في عام 1919. انا المؤسسه الدوليه دي مع احترامي لها موجوده، وانا راجل مدير كل الدفاع الوطني في مصر على معهد كان بيدرس الاستراتيجيات والحاجات دي. مع احترامي للمؤسسه الدوليه، المؤسسه الدوليه بتلعب بيها. امريكا او الغرب متحكم فيها تمام. قولي لي قرارات مجلس الامن اللي طلعت حوالي 115 قرار تقريبا لصالح وقاد صاعقه فلسطين، اللي تنفذ منه القرار 242 نفسه تنفذ منه ايه؟ ولما هم يعملوا سلام معانا خدت امريكا الموضوع على عاتقها عشان تصرف عليه وبعدتنا عن الامم المتحده. لان انت لما في اتفاقيه السلام لما اتعملت عشان يضمن القوات وتتراقب، جاب قوات متعدده الجنسيات. مين اللي بيصرف على القوات المتعدده؟ هي امريكا اللي بتصرف على القوات المتعدده. يعني الحزمه بتاعت المساعدات الامريكيه لمصر واسرائيل والقوات المتعدده الجنسيات دي حزمه من ثلاث شعب، لمصر 1.2 واسرائيل 2 والقوات المتعدده الجنسيات 1 مليار يعني. فهي بتصرف، فهي خدت الموضوع عندهم بعدتنا عن مجلس الامن والامم المتحده عشان ما تطلعش قرارات تعطل اللي هي عايزاه. لكن احنا كان في التوقيت ده انا كنت عايز ارضي، ما دمت هاخد ارضي سواء بالامن مجلس الامن او بامريكا او غيره، انا موافق اخد ارضي، انا عايز ارضي. وانا في تخطيطي كنت عامل حسابي ان انا هاخد جزء بالحرب وجزء بالمفاوضات. وده اللي حصل. يبقى انا تخطيطي كان سليم، وانا فكري عن العمليه وتقديري لها كان تفكير سليم. يعني القياده المصريه ما شاء الله في الموضوع ده 10 10. سياده اللواء، بعد ما تم توقيع اتفاقيه كامب ديفيد في نوفمبر 1979 اعلن الرئيس الراحل محمد انور السادات انها هتكون اخر الحروب، وده يخالف بس العقيده. الاول مش كامب ديفيد، اسمها اتفاقيه السلام. اتفاقيه السلام، لان كامب ديفيد ده اطار. واعلن الرئيس محمد انور السادات انها هتكون اخر الحروب، وهو ما يخالف العقيده اليهوديه. هل من وجهة نظرك أنه العقيدة اليهودية أو عقيدة إسرائيل الكبرى اللي بتزعم أن حدود الدولة اليهودية من النيل للفرات أو أرض المعاد؟ غلط. غلط. من النيل للفرات ده كلام سياسي قاله هرتزل. لكن العقيدة اللي موجودة في أسفار العهد القديم في سفر التكوين الإصحاح التاسع على أظن يعني كمان، هو الرب قال لسيدنا إبراهيم، هم بيقولوا كده، الرب قال لسيدنا إبراهيم لما خرج من مصر وفي بير 7 قالوا الارض دي ليك ونسلك من بعدك من نهر مصر الى النهر الكبير نهر الفرات. هنا نهر مصر لو كان بينصد بيه النيل يبقى اكبر من الفرات، يبقى الرب غلطان. يبقى هنا يبقى المقصود بيه نهر تاني غير نهر النيل، وهو وادي العريش. وادي العريش كان وادي مليان ميه، لان في حاجه اسمها حد المطر، كان حد المطر 300 كيلو، فكان المطر كتير يعني في المنطقه، وكان وادي العريش ده في الشتاء مليان ميه باستمرار. وبالتالي هم حتى خريطهم اللي موجوده بتقول لغايه وادي العريش. وهم تزال مدونه على كنيسه الاسلام. لا انا عندي الخريطه زي الجبال بتاعتك الخريطه، وموجوده على موقع وزاره الخارجيه رقم 2 تفتحها كده لك المملكه الداوديه اراضي اسرائيل المغتصبه المطلوب استردادها. وش كده يعني. فبالتالي ده العقيده عندهم. طيب السادات لما قال اخر حروب ما بيخاطبنيش انا، بيخاطب الشعب اليهودي المتدين الاصولي المتشدد. لان قانون التجنيد مبنى عنده على الناس في التجنيد من اول الشباب، من اول ما يتولد لغايه ما يموت. فالمتدينين مش عايزين، فهو بيعمل انشقاق في المجتمع اليهودي.
وده كان لازم ناخد بالنا، لان احنا ضعاف في التاريخ اليهودي شويه. لكن السادات كان قاري كويس في الموضوع. زي ما بنقول طبعا سياده اللواء انه الكلام عن اكتوبر كتير ومش هينتهي، والحقيقه يعني انا حاسه ان احنا محتاجين وقت اطول علشان نتكلم، لكن للاسف يعني وقتنا انتهى. اللواء الدكتور محمد الغباري مدير كليه الدفاع الوطني الاسبق، بشكرك شكرا جزيلا على هذا الحوار. العفو، بشكركم والى اللقاء.